Hi everyone, I'm Nancy and welcome back to Let's Practice English channel. مثل ما شفتوا من عنوان هذا الفيديو، كيف فينا نكون عم ندرس أي شيء بسرعة. How to learn anything faster. Disclaimer, this video is not about memorizing things in 2 seconds. يعني هذا الفيديو مش لأنا أكون عم قلكم أنه ممكن تحفظوا أي شيء بثانيتين، لا. However, I'm gonna provide you with different approaches that you can use to enjoy what you're studying. يعني رح أكون عم أعطيكم بعض إذا بتكون الطرق يلي أنتم ممكن تستعملون لتكونوا انتو عم تدرسوا وكونوا عم تستفيدوا بنفس الوقت. مثل ما قلنا لنكون نحنا عم نستفيد من الشيء اللي عم نتعلمه او عم ندرسه بدنا نكون عم ندرسه بهدف، يعني لازم نحنا نكون عارفين هدفنا من الشيء اللي نحنا منقينه. يعني اذا انا عم بدرس اللغة الانجليزية، شو هدفي من تعلم اللغة الانجليزية؟ هل هدفي انه انا بدي اسافر لبرا لاستعمل هيدي اللغة وتصير لغتي الثانية؟ هل هو هدفي انا كرمال شغل؟ هل هدفي انا اتعلمها كرمال علمها؟ هول كلهم لازم نكون عم نعرفهم. لازم نعرف ايضا انه من 20-30 سنة لهلا تغير طريقة الدرس. يعني قبل اشخاص كانت تدرس كرمال يمكن تاخد الباتشولرز ديجري او الماسترز ديجري، بعدها تاخد شغل، ومن بعد الشغل خلص يعني تنسى تقريبا الاشياء اللي درستهم. however هلا تغير كل البروسس، يعني صارت الاشياء عم تتطور بطريقة اسرع. صارت الاشياء يمكن قبل كنا نفكر بطريقة معينة، هلا بطريقة اخرى. حتى قبل طريقة التعليم كانت شيء وهلا صارت شيء تاني كليا. هيدي لازم ناخدها بعين الاعتبار، لأنه نحن لازم نبتعد كمان على الطرق التقليدية. يعني يمكن نحن بس ندرس كرمال بدنا ناخد شهادتنا، لا، الأشياء عم تتطور، الأشياء عم بتصير كل ما أنا لقدام. لكن أول شيء بدي أقولكم إياه هو is to remember that studying is a lifelong process. يعني نحن أصلا بحياتنا اليومية كل يوم بنكون نحن عم نتعلم شيء جديد، مش أنه نفكر أنه إذا خلصنا مثلا بالجامعة خلصنا هيدي هي كانت، لا، ولكن نعرف أنه كل يوم في درس جديد نتعلمه. يعني مثلا أنا كمدرسة لغة إنجليزية ما تتوقع أكون أعرف كل شيء عن اللغة الإنجليزية، لا، ولكن كل يوم أنا يعني بعمل أبحاثي، كل يوم بكتشف في شيء جديد، كل يوم بطلع على أشياء جديدة، كل يوم بتعرف على شيء جديد. هيدي حطوها ببالكم. And you should enjoy what you're studying. ما تكونوا عم تدرسوا أشياء غصب عنكم، لأنه عن جد ما بتستفيدوا. يعني نحن بنعرف لما كنا بالمدارس كنا ندرس اشياء ومواد نحن كنا ندرسها بس هيك كرمال نمتحن فيها، نعمل امتحاننا، من بعد الامتحان ننسى كليا عن شو كان الدرس. فهيدي هي اول شيء لكينا لازم نعرفه، هو انه نعرف انه كل يوم نحن عنا درس جديد بدنا نتعرف عليه. كل يوم يمكن انا في اشياء ما كنت بعرفها هلا صرت اعرفها، يمكن في اساليب تطورت لازم انا اطلع عليها. And we should enjoy what we are doing and what we are studying. النقطة الثانية اللي كتير مهمة، كتير 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 مهمة، هي sleeping، النوم. هلا حتقولوا لي ما انا مثلا بكلية الهندسة او بكلية الطب ما انجأ من نام ساعتين ثلاثة بنهار كله، او ما من نام حتى، او مثلا يمكن انا اذا كنت نايمة ساعات اقل بكون more productive من اني نام 8 ساعات. لازم نحن نكون عم دماغنا عم يستقبل الانفورميشن يلي عم ندخله اياها، عم يستقبل المعلومات يلي نحن عم نعطيه اياها، او اذا بتكون ليكون عن جد عم نستفيد لازم نحن نكون عم ننظم وقتنا. لازم ننام نوم سليمة، يعني هي النوم السليمة 8 ساعات. Sleeping is very important to be more productive. لكن النصيحة الثانية هي انه نكون تنظموا وقت نومكم، لانه نحن بس نكون اخدين شبعانين نوم مكتفين من النوم صدقوني كل شيء بيتغير. يعني بنحس حالنا انه لا انا اليوم في عندي طاقة زيادة، يمكن خلص 2 chapters بدل ما chapter 1. انا عم احكي عن to study anything in real life، مش بس to study English. يعني هيدي النصيحة هي جوهرية، نكون تناموا ساعات كافية لدماغكم يكون عم يرتاح، لدماغكم يكون قادر انه بعد يستقبل معلومات، ما تحسوا حالكم بنص النهار راسكم عم يوجعكم، عندكم صداع وما بقى لكم ما بقى فيكم اصلا تكونوا عم تدرسوا تقولوا خلص بكملوا بعدين. فهيدي نقطة ايضا هي نقطة جوهرية. Take courses and start learning new skills. هيدي اكتريتها لتلاميذ الجامعات. نحن بنعرف انه تلاميذ الجامعات بضلوا مضغوطين، عندهم projects، عندهم deadline، عندهم اشياء they should submit them on time. ولكن ببعض الاحيان هول التلاميذ هن بحاجة لأشياء ترفه عنهم، بحاجة لكورسز that interest them. يعني بحاجة ل إذا بتكون هيك مثلا أنا يمكن بيهمني اليوغا، باخد كورس يوغا لموه فيه عن حالي، أو مثلا يمكن أنا بحب قصص الكمبيوتر، باخد كورسز بالكمبيوتر أيضا لتساعدني. هذا الشيء بيساعدني إنه يكون عم أطلع
عن جو الدرس، انه دائما اكون بس عم ادرس ادرس ادرس، وبنفس الوقت ايضا يمكن اذا هول الكورسز اخذتهم بالانجلش بيساعدوني ايضا ان يكون انا عم حسن من لغتي الانجليزيه، عم حسن يمكن من او اذا بدكم عم عبي هيدا الباشن الموجوده عندي تجاه هول الاشياء ايضا عم نميها. Focus on your weaknesses first. شو يعني؟ يعني نحن كنا بطبيعة حالنا كبشر بس نكون عم نبلش جديد منبلش نتعلمه بأكتر ما عنا من طاقة، منحط كل الطاقة اللي عنا إياها بالأول، لذلك لازم نحن نبلش بأصعب شيء بالأول. يعني نحن نشوف بشو عنا ضعف. مثلاً إذا أنا عم بتعلم اللغة الإنجليزية، أوكي، يمكن أنا بصير مثلاً بعمل mock exams. mock exams هي مثل test exams لشوف وين الضعف عندي أنا. هل أنا عندي الضعف بالقراءة؟ هل عندي الضعف بالمحادثة؟ هل عندي أنا بالكتابة بالجرامر إلى آخره؟ وبلش فيه بالأول مش بالآخر، لأنه بيكون أنا عندي هيدا الطاقة بدي بلش فيها بالأول، بدي أشتغل عليها بالأول، بعدين بترك الأشياء السهلة بالنسبة إلي للآخر. هيك نحن منكون إذا زهقنا أو إذا ملينا أو إذا نحن تعبنا منكون اشتغلنا على البارت الكبير بالأول، والبارت يلي نحن أصلا ماشي حالنا فيهم نتركهم للآخر. Teach what you're learning. هيدي النقطة كتير مهمة، ورح أعطيكم مثل هيك تجربة شخصية أنا قطعت فيها. بلشت شغل أنا بال 2015، كان عمري 15 سنة. بلشت شغل بمحل، محل معين. بهذا المحل كنت أنا عم بعمل أكيد تريننج أول فترة، عم بعمل تدريب أول فترة لأستلم الوظيفة يلي أنا أدمي عليها. وبالتالي سيقبت أنه أنا أخذت الوظيفة أول يوم، وتاني يوم إجا شخص تاني وقالوا لي أنا علم هذا الشخص أنا شو أخذت باليوم الأول بالتريننج. هذا الشيء كتير ساعدني أنه أنا أكون عم أعمل ريكاب للقصص يلي أنا أخذتها أول نهار، وبنفس الوقت يكون عم يحفظني الأشياء اللي أنا عم قلو إياها. يعني رح أعطيكم إذا بدكم هيك أقرب لكم من حياتكم العادية، إذا أنتوا بتحسوا حالكم you are advanced بالإنجليش، أنتوا بمستوى متقدم باللغة الإنجليزية، teach the beginners، علموا الأشخاص المبتدئين باللغة الإنجليزية. إذا أنتوا بالintermediate level، علموا الأشخاص الadvanced باللغة الإنجليزية. يعني أنتوا ضلكم عم بتعلموا شو عم تتعلموا. أول شيء لما تنسوا شو عم تتعلموا، تاني شيء لتتأكدوا أنتوا إذا عن جد فهمين الأشياء اللي تعلمتوها، عن جد حفظتوا الأشياء اللي تعلمتوها، عن جد أنتوا صرتوا متمكنين. وإذا ما صرتوا متمكنين ترجعوا تعملوا revision. عنا أيضا السي ماثد. السي ماثد هي by Kevin Hartley. مين هو هذا الشخص؟ هذا الشخص هو has memorized يمكن 10,000 digit numbers، 10,000 رقم، اللي هو the person who invited the pi. الباي هي 3.14، ما بعرف قديش من بعدها صراحة، نسي المعنى. Anyways، شو هي السي ماثد؟ السي ماثد مقسمة السي لثلاث اختصارات. الاس هي للسنس، والاي الاولى هي للاكزاجريت، والاي الثانيه للانرجايز. طيب شو يعني كل وحده وكيف فينا نستخدمها بدرسنا؟ مثل ما قلنا الاس هي للسنس. برايه هو انه نحن كل معلومه بنتلقاها بتمرق بالحواس الخمس اللي عنا اياهم. الحواس الخمس هن الهيرينج، السمع، سايت، النظر، السمل، الشم، تيست، الضوء، والتاتش هو اللمس. فنحن بس ناخذ هيدي المعلومه تكون عم تمرق بالحواس الخمس. عنا الاكزاجريت هو انه نحن بس نصير نتخيل قصص كثيره عن هيدي الكلمه لتلقط او لتلزق بدماغنا. الانرجايز هو then you put movement to it. شو يعني؟ هيدي كلها هالميثود لتبرهن انه بس نحن نستخدم our imagination، بس نحن نكون عم نستخدم مخيلتنا، نكون نحن we put more information to it and we be more creative، نكون more creative بهذا الموضوع، اكثر بتساعدنا انه نحن نكون عم نحفظ هيدي الكلمه. نعطيكم مثل كلمه consciousness، يمكن اول مره البعض بيسمعها. consciousness، consciousness هي الوعي. نحن بس نسمع هيدي الكلمه انه بنصير نفكر شو يعني consciousness، هي بمعنى وعي. بس نحن نصير نحط مخيلات لهيدي الكلمه ونصير نربطها باشياء ثانيه. هيدي الكلمه يمكن انا اربطها يمكن بالوعي انه انا ضلني فايقه، بالوعي يمكن انه انا بدي اعمل شيء معين. صير اتخيل اكثر وصير اعطي انفورميشن اكثر عن هيدي الكلمه، اكثر بتساعدنا انه هيدي الكلمه بتكون عن جد عم نحفظها، وايضا هيدي الكلمه بتساعدنا انه تضلها معلقه بدماغنا وما ننسيها ابدا. اخر نصيحه ممكن اعطيكم اياها هي الجروب ستاديينج. جروب ستاديينج مش ضروري يكون مثلا فيزيكلي نكون موجودين مع اشخاص. في كثير على اليوتيوب هيك بيحطوا لكم ستادي وذ مي، بصير يحطوا لكم هيك باك جراوند ميوزك على الخفيف لتهيئكم تكونوا بجو جماعه عم تدرسوا. ولكن الجروب
جروب ستادينج ايضا اذا كان فيزيكلي مع اشخاص انتم عم تدرسوا بيساعدكم كثير، لانه في هيك محلات بتصيروا تشوفوا انه هالاشخاص عم تدرس انا ما لازم التهي. اكثر شيء بنشوفها باللايبرري، اللايبرري هن المكتبه اللي بتكون موجوده، يمكن انا بفوت على المكتبه من اجل بيربس واحد اللي هو انه انا ادرس، وبالتالي بصير شوف الكل عم تعمل بروجكت، الكل اشخاص يمكن عندها اساينمنتس، عندها قصص، بصير انا شجع حالي انه معي انا اشخاص بصير انا ايضا ادرس. رح خبركم قصه ايضا هو عن مطعم موجود باليابان، رح خبركم اياه، خلوكم معي. هذا المطعم هو موجود باليابان يمكن، بس تفوتوا على هذا المطعم، هو يمكن كافيه ايضا مش مطعم، بتحطوا انتم بورقه شو عندكم اساينمنتس بتكون تعملوها او شو عندكم بروجكتس بتكتبوها على ورقه، وهذا المطعم ما بيخليكم ابدا تظهروا من هذا المكان او هذا الكافيه الا لتكونوا خلصتوا كل شيء عليكم. يعني وايضا كمان بيكون حاطط لكم ثلاث انواع من الحراسه، يا اما بتكون انتم بتنقون اكيد، يا اما طريقه الحراسه الاول انه تضلكم انتم قاعدين عم تدرسوا وتخلصوا البروجكتس والقصص اللي عليكم ويضل في شخص وراكم عم يراقبكم، او الطريقه الثانيه هو انكم انتم تكونوا قاعدين وتروحوا مثلا اذا بتكون تقوموا في اشخاص ترجع تقلكم اقعدوا، والطريقه الثالثه هي انه هي اهين طريقه انه انتم فالين تفرجون الورقه انه انتم كان عندكم هيك هيك وخلصتوا هيك هيك. هل انتم من هول الاشخاص اللي بيحبوا هيك يكونوا بتواجدين بهالمكان انه مثل تحسوا حالكم مجبرين انكم تخلصوا هول الاشياء اللي عليكم؟ اكتبوا لي بالكومنتس اذا انتم بتحبوا هيك اماكن. ومع هول النصائح بنكون وصلنا لختام هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وايضا ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله تاخذوا هول النصائح بعين الاعتبار وتطبقوهم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تتركوا ارائكم بالتعليقات اضافه للسؤال اللي سالتكم اياه، جاوبوا عنه بالتعليقات، واذا بعدكم مش مشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس الاشعارات لدل عم بيصل لكم كل فيديو جديد عم ننزله. Thank you very much for watching، وانا بلاقيكم بالفيديو القادم. باي.